في مشاهد أفلام المافيا يطلب من أعضائها قتل أحد أهلهم لإثبات الولاء. الأمر لا يختلف كثيرا لدى مافيا الأسد، فقتل الأهل أيضا هو عربون الوفاء. اللواء الطيار عبد الوهاب عثمان الذي قصف بيت أهله بمدينة كفر نبل نموذجا. الاحتفالات بقرار ترفيع عثمان قائد عمليات مطار حمال عسكري إلى لواء بدأت هكذا. لكن ابن كفر نبل أراد شكر سيده الأسد أكثر وتجديد الولاء، فأمر جميع طائرات مطار حمال عسكري بالخروج فورا لقصف كفر نبل. ينحدر عثمان من ريف إدلب وتحديدا من كفر نبل التي دمرها الأسد. حاز عثمان رضا أسياده بعد تطوعه لتنفيذ طلعات جوية لقصف مسقط رأسه. المنصب الرفيع الأول لعثمان كان ترأسه أركان مطار أبو الظهور العسكري. استخدم لقصف أبناء مدينته الطائرات الحربية والمروحية، فدمر أحياءها وقتل العشرات. جاءت مكافأة الأسد الجديدة له بتعيينه قائد عمليات مطار حماه وترفيعه إلى لواء. كفر نبل مسقط رأس عثمان من أوائل المدن الثائرة على نظام الأسد في سوريا. اشتهرت المدينة بمظاهراتها السلمية ورفع لافتات تعبر عن وحدة أطياف السوريين. أوصلت مدينة كفر نبل الثورة إلى العالم عبر لافتات مبدعة بلغات عدة. رفضت كفر نبل أي انجرار طائفي أو مناطقي، واحتفظت بنقاء الثورة فباتت ألد أعداء النظام. فهل إجرام ذوي القربى أشد مضاضة على كفر نبل؟ أم أن ألم القتل واحد أيا كان مصدره؟